لا لا طيب تمام، احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند حاجة عند البيت ديت، وانتي تقريبا الموبايل فصل او جهاز فصل، في حاجة حصلت يعني. نت فصل. تمام. طيب احنا كنا واقفين، كنا عرفنا يعني ايه ميتال، يعني ايه نون ميتال، وعملنا comparison between them. عايزين بقى نعرف ال graduation of metallic and non metallic property في ال modern periodic table. قلنا اللي بيحصل ان اي period لازم startless with a strong metal، بتبدأ ب strong metal. يعني اي period، period 1 2 3 4، كل ال 7 period لازم يبدأوا ب strong metal except مين؟ except ال first period بيبقى فيها ايه؟ الهيدروجين، والهيدروجين ده مش strong metal. بعد كده عندي ال second period كلها بقى لحد ال 7th بتبقى بادئة ب strong metal. طب وبعدين ايه اللي بيحصل وانا ماشية؟ when we go from left to right ايه اللي بيحصل؟ الميتاليك طبيعي انا بادئة بحاجة قوية، او بادئة already بأقوى حاجة عندي، فهتبدأ ان الميتاليك property decreases لحد ما اقابل شوية عناصر كده اسمهم الميتالويدز. واحنا قلنا الميتالويدز دي بتبقى elements that have properties of سيمي both. ميتالز. بالظبط، واخدة الخواص بتاعت الاتنين اللي هما الميتال والنون ميتال. بعد ما تخلص الميتالويد بيبدأ ايه؟ يبدأ ايه ان هو يظهر؟ النون ميتال النون ميتال. بيبدأ بحاجة strong ولا weak؟ لا سترونج strong. بيبدأ، لا هو بيبدأ بويك، السترونج اللي بيبدأ الميتال، لكن النون ميتال بتبدأ الأول ويك لحد ما نوصل لآخر حاجة قبل الانرت جازس، بتبقى دي أقوى حاجة عندي. فأنا هنا بقى ويك وأقوى شوية، بعدين أقوى شوية، وبعدين أقوى حاجة في الـ17. تمام. تمام. وآخر حاجة عندي بقى اللي هي في جروب ايه او زيرو جروب، بتبقى اسمها inert gases اللي هي في جروب زيرو. يبقى عندي في البيريود الواحدة الميتاليك بروبرتي decreases، اما النون ميتاليك increases. تمام تمام، فرقتي بينهم؟ تمام طيب نيجي بقى للجزء الثاني من الدرس، وده بيتكلم عن الكيميكال بروبرتيز للميتال والكيميكال بروبرتيز للنون ميتال. الكيميكال بروبرتيز للميتال دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هو بيسألني هنا او بيعايزني اعرف الخواص الكيميائية. يعني ايه خواص كيميائية؟ يعني الرياكشنز، هي ما تدخل رياكشن بتدينا ايه؟ فقال لك هنجرب على حاجتين، هناخد حاجتين بس. اول حاجة رياكشن اوف ميتال وذ ديليوتد اسيد. diluted acids يعني أحماض بس مخففة، وأشوف هتديني إيه. تمام. فقال لك إن هو جاب تيست تيوب، جاب تيست تيوب بالشكل ده، وجاب مغنيسيوم ستراب شريط مغنيسيوم، وجاب diluted hydrochloric acid، وحط ال piece of magnesium في ال diluted hydrochloric acid. فلاحظ إن بعد ما حطها كده طلع عندي كده إيه، bubbles، جاز بابلز كده طلعت لي اهي. الجاز ده كده انا لاحظت ان كده الميتالز كلها بتبقى اكتيف مع الديليوتد اسيد، بتتفاعل معاه عادي، وفي نفس الوقت بيتكون لي سولت اوف ان اسيد، طلع لي ملح من الحمض ده اللي كان داخل اصلا اسيد، طلع لي الملح بتاعه، يعني طلعت سولت اوف ان اسيد. وطلع ايه كمان؟ طلع جاز اسمه الهيدروجين جاز. عرفنا منين ان هو هيدروجين جاز؟ لان هم عارفين ان لما اعمل لما اقرب كده بيرنينج ماتش، كبريت متولع قدام الغاز اللي طالع ده، الكبريت ده هيحصل له ان هو هيحترق with a pop sound، كأنه هيعمل صوت فرقعة كده جامدة. مفيش غاز بيعمل الحاجة ديت غير الهيدروجين جاز، فعشان كده قالوا ان بيطلع من التفاعل ده salt of an acid، ملح للحمض، وهيدروجين جاز. تمام. تمام.
في بقى equation للرياكشن ده، ومهمة جدا. equation يعني معادلة، ازاي اعبر عن المعادلة اللي بتحصل. فانا عندي اللي دخل عندي mg plus HCl اللي هو حمض هيدروكلوريك مخفف اللي هو diluted hydrochloric acid، حصل لهم ان هم تفاعلوا مع بعض فطلع عندي MgCl2، لان ده اللي هو الملح بتاع الحمض، كأن ال Mg دي خدت مكان ال H، وال H هتطلع بره خالص هتبقى H2. بس في حاجة اسمها وزن المعادلة، أنا مش عايزة أدخلك في وزن المعادلة كتير، بس المهم إن هنا هيبقى فيه 2، مش عايزة أدخلك في تفاصيل يعني، لأن هي مش عليكي وزن تمام المعادلة، تمام؟ تمام بس الإكويشن دي علينا مهم، تمام. طيب بعد كده هناخد أكشن الميتالز مع الأكسجين، يعني ازاي الميتال زي المغنيسيوم بيتفاعل مع الاكسجين. فجابوا ايه؟ جابوا مغنيسيوم ستريب تاني، وجابوا جار فيلد ويز اوكسجين، وجابوا ووتر وفايلت ليتمس سوليوشن. عارفه يعني ايه فايلت ليتمس سوليوشن؟ فايلت ليتمس سوليوشن اللي هو محلول عباد الشمس ده، بيكشف لي على الحاجة تمام. ديت ان هي اسيد ولا بيزك. لو هي اسيد المحلول ده يبقى ريد، ولو هي بيبرد بيزك يبقى بلو بلو. اختصار. طيب لما جبنا مغنيسيوم ستريب وجبنا جار فيلد ويز اكسجين وجبنا ووتر وجبنا فايلت ليتمس سوليوشن، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا بقى عندي 1. اول ما حطيت المغنيسيوم ستريب وحطيته كده ومسكته، لازم امسكه بهولدر لان هو هيولع مني بعد شويه، لازم امسكه بهولدر وحطيته في الجار اللي هو فيلد ويز اكسجين، حصل ان المغنيسيوم ستريب بيرنس with a bright light، كأنه كده طلع ضوء براق، وبعد كده اتحرق فتحول into a powder، تحول لي لباودر، والباودر دي بتبقى لونها وايت في الأغلب. الباودر دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن مغنيسيوم اوكسيد، يعني اكسيد المغنيسيوم، لان انا already ضفت Mg plus O2 فطلع لي MgO اكسيد المغنيسيوم ألو، او مغنيسيوم اوكسيد. تسألي؟ تمام. فكرتك بتسألي على حاجة، عايز تسألي؟ نعم. بقولك عايزة تسألي في حاجة؟ لا لا، تمام. فأنا هنا طلع لي المغنيسيوم اوكسيد. طب ايه وظيفة بقى اللي هو الليتمس سوليوشن؟ انا عايزة اشوف المغنيسيوم اوكسيد ده لما اضيف له شوية ووتر، اديله شوية ووتر هيديني ايه؟ قالك لو انا ضفت له شوية ووتر المغنيسيوم اوكسيد ده هلاقيه dissolves in water، يعني داب في المية. وفي نفس الوقت لو انا ضفت بقى للاثنين دول وهما مع بعض ضفت لهم الليتمس سوليوشن، هيديني السوليوشن ده هيتحول into blue. طالما بلو كده يبقى هو بيزك اوكسايد ولا اسيدك اوكسايد؟ بيزيك اوكسايد. بالظبط بيزك اوكسايد، طالما اتحول لبلو يبقى هو بيزك، تمام. المعادلات برضو مهمة جدا، يعني انا هنا في التفاعل بتاع الاكسجين ده عندي two equation، اول واحدة اللي هي الام جي مع الاكسجين، وطبعا طالما حصل بيرنس يبقى لازم احط العلامة ديت فوق السهم، عشان العلامة دي بتدل على الهيت ان حصل احتراق. تمام. اما بالنسبه للبيزك اوكسيد ده لما خدت الام جي او وضفت له ووتر، فانا اخدت هنا ام جي او ضفت له ووتر اللي هي اتش 2 او، فاتكون عندي مركب او كومباوند اسمه ام جي او اتش اللي هو ايه؟ مغنيسيوم هيدروكسيد، تمام. مغنيسيوم
هيدروكسيد. والمغنيسيوم هيدروكسيد ده اول ما انا ضفت له لاتمس سوليوشن اتحول المحلول للون ايه؟ أو الهيدروجين. إيه اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد اول ما ضفت له لاتمس سوليوشن اتحول المحلول لبلو ولا للريد؟ بلو. بلو. عشان كده قلت ان الاكسيد ده اصلا اللي هو الام جي او يعتبر بيزك اوكسيد. دايما الميتال مع الاكسجين يعملوا لي ميتاليك اوكسيد ويبقى اسمهم برضو بيزك اوكسيد. ومنهم حاجات ديسولف ان ووتر ومنهم حاجات doesn't dissolve in water. اللي هما dissolve in water بنسميهم اسم تاني نقول عليهم alkaline، اللي هما ايه dissolve in water بنسميهم alkaline. يعني كده معنى اللي انا بقوله ان كل البيزك او كل الالكلاين تعتبر بيزك لكن مش كل البيزك الكلاين. ليه؟ مش عارف صراحة. بص يا ستي انا بقول لك ان البيزك اوكسايد ده دايما بيبقى بتاع ميتاليك اوكسايد اللي بيدوب منهم في الميه اللي هو some of them dissolve in water بسميه alkaline solution. فانا مش ما عنديش كل حاجه بتدوب في الميه. ال MgO بيدوب في تمام. الميه، في غيره مش بيدوب في الميه، فبالتالي ما اقدرش اقول ان كل البيزك alkaline. الالكلاين دول صغيرين من البيزك، هما بس دول اللي بيدوبوا في الميه، فاقدر اقول عليهم بيزك واقدر اقول عليهم alkaline. لكن البيزك مستحيل يبقوا الكالين كلهم لان في منهم doesn't dissolve in water. تمام. تمام. طيب ندخل بقى على الكيميكال اكتيفيتي سيريز. والكيميكال اكتيفيتي سيريز دي بيبقى عبارة عن ترتيب arrangement of metals. رتب لي كده شوية metals عندي in an descending order. descending يعني من الكبير للصغير تمام. according to the degree of their chemical activity، على حسب درجة الاكتيفيتي بتاعتهم. هل هما بيتفاعلوا بسرعة جدا ولا بيتفاعلوا ببطء شوية ولا بيتفاعلوا ببطء خالص ولا ما بيتفاعلوش خالص؟ فده الكيميكال اكتيفيتي سيريس رتبولي كل الميتالز فيها descending order according to the degree of their chemical activity حسب النشاط بتاعهم، تمام. أو تحديدا راح حددوا النشاط ده حسب التفاعل مع ايه، حددوه حسب التفاعل مع الووتر. فبدأ أول حاجة كده عنصرين 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 وتحتيهم عنصرين. قال لك البوتاسيوم والصوديوم، بوتاسيوم وصوديوم they react instantly with water، بيتفاعلوا لحظيا لحظيا في لحظة كده بيتفاعلوا مجرد ما يلمسوا المية يتفاعلوا معاها بالشكل ده. تمام. and hydrogen gas evolves، وبيخرج منها hydrogen gas. ال hydrogen gas اللي قلتلك بنتعرف عليه ازاي؟ which burns with a pop sound، اللي بيطلع صوت فرقعة أول ما بيتحرق. تمام. يبقى كده مين أكبر، مين عنده more chemical activity، البوتاسيوم ولا الصوديوم؟ البوتاسيوم. برافو. تمام. بعد كده العنصرين اللي جايين كالسيوم ماجنيسيوم. والكالسيوم والماجنيسيوم دول زي بعض في ان هما دايما react very slowly with cold water، بيتفاعلوا ببطء جدا بس مع المية اللي هي الكولد، المية الباردة. اللي بعديهم الزنك والايرون دول بقى react at high temperature، بيتفاعلوا عند درجات الحرارة العالية with مش with الووتر بقى، لا دول بيتفاعلوا with hot water vapor only، بيتفاعلوا بس مع بخار المية ومش أي بخار مية، مع بخار المية السخن اللي هما الزنك والإيرون. تمام. آخر حاجة عندي في ال activity series دي أو ال chemical activity series الكبر والسيلفر. والكبر والسيلفر دول أصلا ما بيتفاعلوش مع المية خالص، don't react with water، ما بيتفاعلوش خالص مع المية. تمام. يبقى بوتاسيوم صوديوم كالسيوم ماجنيسيوم زنك ايرون كوبر سيلفر.
فهمتيها الكيميكال اكتيفيتي سيريز؟ تمام. طيب في كده لايف ابليكيشن على الميتالز وكده، اللي هي جايب لك ستبس تو كلين سيلفر تولز، نشاط كده عشان لو عندي اي حاجه فضه عايزه المعها او اعمل لها تنظيف. عمل ايه؟ جاب كفر ذا بوتوم اوف ذا بلاستيك بليت، غطى طبق الومنيوم بلاست، قصدي طبق بلاستيك بطبقه من الورق الالومنيوم اللي هو الفويل، وساب اللي هو السطح اللي هو برايت سيرفيس، هي ورقه الالومنيوم بيبقى فيها برايت وفيها حاجه مطفيه، فهنسيب البرايت منها هو اللي فوق، وهنصب فيها في البليت ده ميه سخنه جدا، وهنضيف عليه 3 سبونز اوف بيكنج باودر، 3 معالق بيكنج باودر، وبعدين هنغمس اميرس ذا سيلفر تولز اللي احنا عايزين ننضفها دي، ونسيبها في الميه لمده تقريبا 15 دقيقه، وبعد كده نطلعها dry the tools after rinsing، بعد ما ننضفها كويس ننشفها كويس جدا، then polish them with a piece of wood wool، بعد كده نعملها بقطعة من الصوف، يعني نمسحها بقطعة من الصوف. بس ده يعني ايه تطبيق كده تكنولوجي او لايف ابليكيشن مش ذات اهمية قوي، بس احتياطي يعني نقول. تمام. بعد كده الجزئية المهمة عندي بقى اللي هي الكيميكال بروبرتيز او بروبرتيز اوف نون ميتال، زي ما اخدنا الكيميكال بروبرتيز اوف ميتالز هناخد بتاعة النون ميتال. احنا اخدنا في الميتالز التفاعل الرياكشن with metal مع الديلوتد اسيد ومع الاكسجين، نفس اللي اخدناه فوق هناخده هنا، بس الفرق في الحاجة اللي هتطلع لي من الرياكشن ده. فقالك لو انا جبت تيست تيوب وجبت piece of coal او carbon، قطعة من الكول او الكربون، واحنا عارفين ان الكول او الكربون ده يعتبر يعتبر ميتال ولا نون ميتال؟ نون ميتال. نون ميتال. وجبنا له كمان ديليوتد هيدروكلوريك اسيد زي ما جبنا في اللي فوق بالظبط، اول ما احط ده على ده هلاقي مفيش اي حاجة هتحصل، الكول هيفضل زي ما هو وال HCl هتفضل زي ما هي. ففي الحالة دي هقول له no reaction takes place، ونخلي بالنا بقى لان هو ممكن يوقعني في غلطة ويقول لي مثلا complete، ويجيب لك ال C اللي هي الكربون بلس HCl هيديكي ايه، ويعمل لك كده نقط، تروحي انت تفضلي تخمني هيديني ايه هيديني ايه، ممكن تخلطي بين المعادلات، ممكن تخترعي معادلة من ديت. لا احنا المفروض اللي نكتبه في الحالة ديت no reaction، مش اي رياكشن. تمام. تمام. طيب الرياكشن بقى بتاع النون ميتال مع الاكسجين عكس اللي كان بيحصل مع الميتال مع الاكسجين. الميتال مع الاكسجين اول حاجه ادتني بيزك اوكسيد، والبيزك اوكسيد ده لما فعلناه مع الووتر اداني مغنيسيوم هيدروكسيد، والمغنيسيوم هيدروكسيد ده لما ضفت له الليتمس سوليوشن اداني بلو كالر. نشوف بقى هنا هيحصل ايه. هنا جبنا piece of coal وعملنا لها حطيناها على burning spoon، المعلقة ديت في المعمل اسمها burning spoon او معلقة احتراق عشان بيحرقوا عليها الحاجات دايما. and put it after complete burning، بعد ما اتحرقت كليا راح حطوها وهي محروقة كده في الجار اللي هو filled with oxygen، وقفل الجار كويس جدا، لقى ان هو increase الحاجات اللي هي الجلو او اللمعان ده زاد، وبعدين the produced substance في مادة خرجت من التفاعل ده اللي هي الكربون دايوكسيد، اللي هو غاز الكربون دايوكسيد هو اللي خرج من التفاعل ده، لقينا ان هو لما ضفنا له some water عمل ايه؟ dissolves in water، داب في المية عادي جدا، and the solution turns into red، والسوليوشن ده اتحول بقى لونه red لما ضفنا له litmus solution. طالما اتحول لريد يبقى انا كده افهم من كده ان هو ايه
اسيدك ولا أسد بيزك؟ أسد برافو عليك، اسيدك. طالما اسيد او طالما انا عندي نون ميتال يبقى ده اسيد اوكسيد، ومعظم الاسيدك او النون ميتال اوكسيد ديسولف ان ووتر فورمينج اسيدك سوليوشن، بتكون لي اسيدك محاليل حامضيه. نشوف بقى دي الايكويشن، الترجمه اللي احنا عايزين نترجمها للتفاعل ده. اول حاجه انا قلت ان انا كان عندي كول وفعلت الكول ده مع الاكسجين، فدي C اللي هو الكربون و O2 اللي هو الاكسجين هيديني كربون دايكسيد اللي هو CO2. طبعا ده بيرنينج يعني حصل هيت، يبقى لازم احط المثلث ده عندي. طيب ناخد الكربون دايكسيد ده وضفت له ووتر، فادي كربون دايكسيد بلس ووتر اللي هي H2O هيديني كربونيك اسيد، مش زي المرة اللي فاتت، المرة دي هيديني كربونيك اسيد اللي هو H2CO3، كأنك بتجمعي الحروف اللي عندك دي، حطيتي ال H2 الأول وبعدين C واحدة وتلاتة O أهم، 2 هنا وواحدة هنا، يبقى O3. تمام لحد كده؟ تمام. تمام. في بقى سم اوكسيدز كده بتبقى زي مثلا الالومنيوم اوكسايدز، بتبقى اللي هي الفورمولا بتاعتها Al2O3، بيطلق عليها او بيسموها امفوتيريك اوكسيدز. امفوتيريك اوكسيد يعني هي تعتبر احماض او اكاسيد متردده. متردده يعني ايه؟ يعني لا هي عارفه تبقى بيزك اوكسيد ولا هي عارفه تبقى اسيدك اوكسيد. ليه؟ احنا شفنا منها ايه، قالك لما هي بتتفاعل مع الاسيد، لما بتتفاعل مع الاحماض بتتصرف كانها بيزك اوكسيد، بتمشي كل واحد على قد عقله. لما تتفاعل مع اسيد تبقى عامله نفسها بيزك اوكسيد، ولما تتفاعل مع بيز تعمل نفسها اسيدك اوكسيد، وفي الحالتين بتدي salt and water، بتدينا ملح ووتر ميه. تمام، تمام. المعلومة دي مهمة جدا وبتيجي كتير في الامتحانات. يبقى الألمونيوم أوكسيد اللي هو ال Al2O3 are known as amphoteric oxides. تمام فبيجي جدا يقول لي ليه أنا بقول عليها كده، لا because they react with acids as basic oxides and also react with bases as acidic oxides. And in the two cases, salt and water is formed. في الحالتين بيتكون لي ملح ومي. ممكن جدا يجيلك يقولك سؤال زي ده، how can you differentiate between، ازاي تقدري تفرقي ما بين calcium oxide و sulfur trioxide. اولا انا عندي السلفر اوكسيد، السلفر ده ميتال ولا نون ميتال؟ متر السلفر لا نون متر نون ميتال. والكالسيوم؟ الكالسيوم نون متر برضه لا متر كالسيوم ميتال. ايوه تمام الكالسيوم اللي هو عنده 20 فهيبقى عنده 2 8 8 2، فكده هو have less than 4 فيبقى ميتال. السلفر نون ميتال، فازاي افرق بين حاجه ميتال اوكسيد، لان ده بيقول لك كالسيوم اوكسيد ده ميتال اوكسيد وده نون ميتال اوكسيد، ازاي افرق بينهم؟ احنا لسه مستخدمين ايه فوق، اللي مره كانت بتديني بلو ومره كانت بتديني ريد. الليتر السلوش بالظبط، اروح مستخدمه الليتمس سوليوشن على الاثنين، مع ده هتديني كولر ايه مع الميتال؟ بلو برافو، تديني بلو. لكن مع السلفر اللي هو نان ميتال هتديني رد تديني ريد كولر. مهم. تمام، فهمتي؟ عشان السؤال ده ممكن يتكرر بس بعناصر مختلفة، المهم ان انت تبقى عارفة مين فيهم اللي بيدي بلو مين يبقى بيدي الريد. تمام كده الليسون ده خلص، في اي حاجة صعبة فيه؟
نعم معلش بقول مش لك صعبة في اي صعبة. حاجه صعبه في الليسون ده؟ لا سهل. تمام، تعالي نحل عليه شويه مع بعض عشان نبقى قفلناه يعني، والمره الجايه ندخل في ليسون 3. تمام. Choose the correct answer. تمام. يلا ابدأي. The atomic size is determined by knowing the atomic radius of the atom, and the measuring unit is picometer. برافو. In period 2, the atomic size of oxygen O2 is greater than the atomic size lithium. الليثيوم. تمام، برافو. Atomic radius increases. لحظة، لا احنا في البيريود، كل ما الاتوميك Atomic نمبر size. كل ما الاتوميك نمبر انكريز، الاتوميك سايز ديكريز. تمام. تمام، فاحنا هنا O8 ده اللي معاه في نفس البيريود مين؟ تقريبا كلهم. تمام، فانا طالما هما كلهم في نفس البيريود يبقى هشوف مين اكبر واحد فيهم في الاتوميك سايز، هو اقل، قصدي اكبر واحد فيهم في الاتوميك نمبر هو اقل واحد فيهم في الاتوميك سايز، فده اكيد اقل من الاكسجين. احنا عايزين نشوف الاكسجين اكبر من مين. تمام. هو اوريدي او عايز يشوف الاكسجين اكبر من مين. طيب ال سي 6 دي تعتبر اكبر ولا اقل من الاكسجين؟ أقل اقل في الاتوميك نمبر لكن size اكبر في ايه ال atomic size. بالظبط؟ يعني دي اكبر من ال O، يبقى هنحوش الاختيار ده مش هنختاره. طب الليثيوم، الليثيوم اقل منها في الاتوميك نمبر فتبقى برضو اكبر منها في ايه؟ في الاتوميك سايز، فمش هنختارها برضو. نفس الكلام بالنسبة للبي، بي 5 أقل منها في الأتوميك نمبر فهتبقى أكبر منها في الأتوميك سايز، فمش هنختار ديت. يبقى عندي مين؟ ال F9، الاف لأن ال F9 ديت أكبر واحدة فيهم في الأتوميك نمبر ولكن the smallest element in the atomic size، فيبقى الأكسجين أكبر منها. تمام؟ تمام. طيب number 3 in the same period by increasing the atomic number، ال atomic size بيحصل له ايه؟ decrease decrease. Which of the following elements is a metallic element؟ two eight two two eight seven two six n e ركزي، ده ال Ne2 8 ده inert gas. inert gas معلش. بالظبط كده. ال الميتال ام جي بالظبط، الميتال بيبقى less than 4 فهتبقى ال Mg. طيب during the chemical reaction metal atoms tends to تعمل ايه؟ During the chemical reactions, metal atoms tend to lose electrons ايوه and change into negative ions. لا، هي بتلوز الكترون يبقى تشينج انتو ايه؟ Positive ion. بوزيتيف. يعني طالما بتفقد الحاجة السالب اللي عليها فبتبقى هي بوزيتيف. تمام، نمبر An 6. element X whose atomic number is 13, 2, 8, 3, so the number of electrons in its ion is في الايون أو في الآي eight. لا، احنا عندنا
ال 13 دي نعمل لها electronic configuration الأول عشان تعرفي. 2 أعمل لها ازاي؟ 283 بالظبط، هي بتفقد كل اللي في ال outermost energy level، تفقد ده كله، يبقى بيتبقى كام؟ 10 10. نمبر 7، The electronic configuration of sodium ion Na similar to that of ال N A ده اللي هو عليه شرطة واحدة أو عليه charge واحدة positive، فهو كده كان 11، فبقى يتوسع ايه طالما هو ion 28 بس. بقى 10 بالظبط، يبقى كده هو شبه دي ال N E 10. The electronic configuration of magnesium Mg plus 2 is similar to أو to all of the following except مين، يعني هو شبه كل دول ما عدا مين. الأرجون بالظبط، AR ايوه بالظبط كده. تمام. طب أنا مش شايفة السؤال اللي تحتيه. حاضر، هطلع. يلا بينا. If you know the atomic number of an element 11, which of the following figures represent the electronic configuration of its ion? B بي، تمام، برافو عليك، عشان هي بتنقص ال 1 صح؟ بالظبط كده، تمام. تمام. The difference between chlorine atom and chloride ion number energy level لا electrons الالكترونز، برافو عليك، لان ده هيبقى كأنه زايد الكترون عن ده، لكن البروتونز هي هي، والانرجي ليفلز هي هي، وكمان النيوترونز بتغير الالكترونز. The following metals are from semi-metals except silicon. لا، أول واحدة إيه؟ تليديوم. أو هي إيه؟ لا، برضو تليديوم معانا. طب لا معرفة شمس مش عارفاها، احنا اخدناها المرة اللي فاتت. هو البورون معانا والسيليكون معانا والتليريوم معانا، يبقى ده بس هو اللي مش معانا. البرومين ده اللي هو تبع اللي هو بي ار تبع الهالوجنز. تمام، نمبر 12، Each period in the molecule table starts with metallic element. تمام. starts with metallic element. D atomic size increases. لا، احنا لسه قايلين ان atomic size decreasing في البديل. تمام، هو بيقول لي accept، يبقى تمام صح، except برافو عليك، تمام ماشي. تمام by increasing the atomic number within group 1A all the following properties take place except non-metallic property decreases لا، النون ميتالك ما بيحصلهاش حاجة اصلا، لان احنا اوريدي كل دول ميتال. بس ايه كمان مش بيحصل؟ Atomic size decreases. بالظبط كده، ان واحنا ماشيين في الجروب لما الاتوميك نمبر يزيد الاتوميك سايز انكريز مش ديكريز. تمام، نمبر 15، Number 15 is the
in the metallic property in group 1a. Lithium. الليثيوم. Sodium oxide from basic. صوديوم يبقى بيزك، برافو عليكي، لان الصوديوم من الميتالز. MG2O. لا ام جي او، تمام. Reacts with water except BCU. تمام، برافو، اللي هو الكبر. Sodium reacts with water and gas evolves CO2. لا O2. لا لا لا، اللي هو اللي خدناها في اول حاجه في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، اللي هو بيرنس ويز اباب 7. ال H2. بالظبط، اللي هو الهيدروجين جاز. تمام. Which of the following elements reacts with hydrogen acid? Cl2. الايه؟ Cl2. تمام، لان Cl2 which of the following react مش doesn't react. خلي بالك، يبقى احنا كده عايزين نختار من دول ميتال. مين من دول ميتال؟ سي لا، اللي ده سي، ده اللي هو السلفر او الكول، قصدي الكربون او الكول، وده كلور اللي هو برضو يعتبر نون ميتال، والسلفر نون ميتال، الزات ان الوحيد اللي هو الزنك ميتال. تمام. نمبر 21، Which of the following is an acidic oxide? CO2. تمام، برافو، لان احنا عايزين نون ميتال مع الاكسجين. برافو. 22، The oxides of the third period elements are as the following. B. Acidic, basic, then aphrodic. لا بصي، احنا في الثيرد بيريد دي تحديدا اللي بيظهر لي فيها الالومنيوم بيظهر قبل اللي هما النون ميتال، صح؟ نون ميتال، وبيبقى طبعا اي بيريد بدأ بميتال. فالميتال ده بيديني اكسيد نوعه ايه؟ اكسيد نوعه ايه؟ اسيدك ولا بيزك؟ بيزك. بيزك. والالومنيوم احنا قلنا ان هو نوعه ايه؟ مت. امفوتيريك. الاكسيد بتاعه بيبقى نوعه امفوتيريك. هو ايوه ميتال، والنان ميتال بيديني النون ميتال بيديني اسيد. اسيدك اوكسيد. يبقى الترتيب بتاعي صح، بيزك امفوتيريك اسيدك، اللي هو دي. تمام. طب بس ممكن ثانية واحدة بس وهرجع لحضرتك. تمام، على مهلك.
الو الو يا مس، ايوه معاكي. معلش هو احنا كنا فين؟ نمبر 23 الالكترون. طيب تمام. burning of carbon and air produces CO2 بالظبط، برافو عليك. The oxide which dissolves in water and produces an acid is MgO. MDO أسيد بيقولك. MD ده يعتبر ميتال، فبيديني بيز مش أسيد. ايه اللي بيديني أسيد بقى؟ CO2 بالظبط CO2. برافو عليك. تمام. increasing the atomic number. غلط. لا in the same group يبقى صح. in the same group يبقى صح. تمام. the atomic size is greater than the maximum. غلط. لا ألو. طب عايز بتقولي ايه؟ معلش الصوت راح. غلط غلط. تمام. is greater than of magnesium. غلط. برافو. صح. The atomic decreases in the period. ليه غلط؟ مش في ال period بتدكريس وبعدين صح صح تمام. ايه السؤال ممكن الأولاني؟ يكون ايه السؤال بصوت عالي؟ تمام. The chemical bond is described as a polar covalent bond when the ايوه difference in electronegativity between the two bond elements is equal to zero. صح؟ لا مش زيرو، طالما بولر يبقى ال difference بيبقى relatively high، مش بيبقى equal zero. تمام. تمام. Water and ammonia are from polar compounds, صح؟ برو ايه السؤال Water molecule is a polar compound because the difference in the electronegativity between its elements is relatively low. غلط. بالظبط؟ برافو. بتبقى relatively high. The electronic structure of the positive ion is similar to that of the nearest following inert gas. صح. تمام برافو. Both oxygen ion and argon ion atom have the same electronic نمبر 7، configuration. ارجع تاني نمبر 7. هنا بيقول لي النمبر 7 similar that the nearest following inert gas. لا هو في البوزيتيف ان بيبقى البريسيدنج انرت جاز، لان الانرت جاز في الحاله دي بيبقى قبل العنصر مش بعديه، يعني بيبقى بيسبقه مش بيجي بعديه. يبقى صح. لا يبقى غلط، لان هو هنا كاتب following يعني بيليه، following at يبقى بيجي بعديه. تمام. تمام. Both oxygen ion and argon ion atom have the same electronic configuration. غلط. تمام. لان دي هتبقى 2 و 6، هي already 8 فهتبقى 2 و 6 فهتبقى 2 و 8، لكن دي 2 و 8 8. تمام. During the chemical reaction Mg, atom tends to lose form positive ion that carries one positive charge. غلط 2.
برافو. Each period starts with a weak metal. غلط. برافو، تبقى بدأ بسترونج ميتال. Metalloid have the property. صح. تمام برافو. By increasing the atomic number within a period, the metallic property increases. صح. لا غلط، احنا قلنا من المبادئين بسترونج ميتال، وبعد كده بيبدأ السترونج ده يبقى ويك، فكده ميتالك بروبرتي decreases. تمام. The metallic property in group 1A increases as we go up from down. صح. Magnesium reacts with dilute HCl and Cl2 gas evolves. صح. لا هيطلع H2 مش اه C. صح. تمام 15. magnesium oxide is a basic oxide. صح. برافو. metals are arranged in ascending order according to the degree of their chemical activity in the chemical activity series. صح. غلط، احنا بنمشي descending order مش ascending. تمام. number 17، Sulfur. number 17 معاك. Oh, تمام. sulfuric acid is produced when carbon dioxide gas dissolves in water. غلط. تمام Iron is more chemically active than silver and less active than calcium. صح. برافو. less active او تمام صح. Copper and zinc don't react with water. غلط. هو زنك وحاجة تانية. لا زنك هو وايرون. كبر وسيلفر. تمام تمام. some basic oxides dissolve in water forming acidic solutions. نعم. لا ما قلتش حاجة. تمام ألو. كملي سامعاكي. تمام. تمام. Some basic oxides dissolve in water forming acidic solutions. صح. برافو. Burning a piece of coal. لا CO لحظة gas. لحظة، نمبر 20 بيزك اوكسايد بتدوب في المية فبتدينا اسيدك سوليوشن، ما هي لا اصلا غلط. بيزك. ايوه غلط، ان هي بتدينا الكلاين سوليوشن. Burning a نمبر piece of coal gives CO gas, which is an acidic oxide. صح. لا غلط، بيقول لك سي او، احنا اللي بيطلع عندنا سي او 2، وهم الاثنين مختلفين عن بعض. في كربون دايكسيد، ده كربون مونوكسيد. تمام. The solutions produced from dissolving of non-metal oxides in water turn the violet litmus solution into red. غلط. نون ميتال ليه أوكسايد. غلط؟ لا صح، عشان صح بتقلب أسيد. بالظبط. Some alkali dissolves in water forming bases. صح. تمام. لا هو العكس، نمبر 23 العكس، some bases dissolve فبتدينا alkaline solution. طيب ماشي تمام. في اخر واحدة كده false. write the scientific term of the following. A part of a million of the picometer. bro The measuring unit of atomic radius which is used as a measure for the atomic size. Picometer. اه هي نمبر 1، النقطتين دول زي بعض. تمام. The ability of the atom of a covalent bond to attract
the electrons of the chemical bond towards itself, electronegativity, برافو، عاش. نمبر 3 covalent compounds in which the difference in electronegativity between their elements is relatively high, polar compounds. برافو. The polar compound which consists of one oxygen atom and two hydrogen atoms. مش عارفة. الووتر. أوه تمام. تمام. A kind of element in which the valency shells contain less than four electrons. Metals, elements whose atoms tend to lose نفس metals الالمنتس sorry. والمتالز. An atom of a metallic element which loses one electron or more during the chemical reaction. Metal. لا، ميتاليك إليمنت وعمل لوز، خلاص هو فقط، يبقى اسمه ايه؟ Inert gas. بوزيتيف ايون. تمام. تمام. A kind of elements in which their valency shells contain more than four electrons, non-metals. برافو. The inert gas which has the same electronic structure of sodium ion Na. لا دي مش عارفة أمس. اللي هي نمبر 9 ولا 8؟ لا 9. 9. The inert gas which has the same electronic structure of sodium ion. النيون اللي هو Ne10. تمام. ده المفروض نبقى عارفينه، لأن هو شبه لأن هو موجود في الإكزامبلز بتاعت الدرس نفسها. والأرجون اللي هو بيبقى شبه الميتال، اللي هو بيبقى قصدي نون ميتال، اللي هو بيبقى 18. تمام. نمبر تمام. 10 A group contains the strongest احنا في non-metals. 10 لسه. Elements which have the properties semi-metals. تمام. A group that contains the strongest non-metals. 7A. تمام برافو. A solution used to this research. Litmus solution. برافو، عايش. Substances which share the litmus بيزك اوكسايدز. basic oxides. تمام. A kind of metal oxide reacts with acids as basic oxides and also reacts with bases as semi-metals. سيمي ميتالز. Mm-hmm. تمام. The arrangement of the element of metals in ascending order according to the degree of their chemical activity. برافو. كيميكال اكتيفيتي سيريس. تمام. Chemical activity series. نمبر 17. تمام. Substances which turn the litmus solution into red oxide. اسمها ايه؟ اسيدك اوكسايد Acidic oxide. او نون ميتال اوكسايد. تمام. The non-metal oxides which dissolve in water forming acidic oxides. Acidic oxides. بالظبط كده. تمام. طيب بصي، هناخد ال complete homework. تاخدي screen shot ولا معاكي كتاب؟ هاخد سكرين شوت عشان افتكر بس. ماشي تمام، مفيش مشكلة. تمام. أرفعها. هو في حاجة تانية؟ هو ال complete اهو كله. تمام.
ماشي ماشي. تمام. ولحظة بس عشان في حاجة كمان، وده كمان معلش 5 و 6 بس كده. تمام. تمام. إيه، عندك امتحانات تانية في المدرسة قريب؟ يوم الاثنين الجاي. الاثنين الجاي. امتحان على ايه طيب؟ على اللسن بتاعت الووتر اللي هو الرابع لسن والتالت لسن. اه تمام، ده احنا مش هنلحق نخلصهم دول. طيب انتي في حاجة مثلا جزئية فيهم ممكن احاول كده افضيلك ساعة او حاجة ناخدها فيها؟ يعني لو في حاجة واحدة بس فيهم انتي مش واصلة لك نشرحها تاني قبل الامتحان. اه تمام، يعني مراجعة ماشي، بس هو أنا فاهمة الدرس فعلا. مراجعة. آه خلاص، هحاول اظبط لك ميعاد. يوم الحد صعب، هحاول اظبط لك ميعاد بس فكريني يا ريت عشان انا احيانا بنسى يعني. هحاول اظبط لك ميعاد قبل الكويز طيب بتاعك. طيب تمام تمام، يلا السلام عليكم. تمام